السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشار أبو خليل من قناة جي تي جي. يا حياتي، اللي يسأل على الكيس مالتي، شنو الكيس مالتي؟ هذا الكيس مالتي من شركة، شنو شركتك؟ كورسير أتوقع، كورسير، أي كورسير. هذا الكيس مالتي، بمروحتين من أنا أماميات وان تو، وبمروحة هاي المخرجة أيضا، وبمروحة بالكفر. هذا الكفر مالتين أيضا كورسير المراوح، هذا الكفر بس تلفه بالعكس، هو هيك هذا شكله زين. لأن طبعا سيدي روم اثنين ما نحتاجهن، هيك خالهم بس منظر. الجهاز عبارة عن رامين هذني، اللي هن 4 جيجا و4 جيجا، الدومينيتر ايضا من كورسير، والرام هذا 8 جيجا ايضا، يعني 16 جيجا من هايبر اكس. حلو. المعالج مالتي هذا مروحة عادية من انتل، المعالج 4670 كي، وعندنا المذر بورد من اسوس Z87 كي، والطور 500 زين. الكرت الشاشة تعرفوا اكيد الملعون RX 480، والهارد ديسكات عندي هذني 2 SSD SSD، هذا الواحد من الاس اس دي، هذا الثاني، هذول الاس اس دي اثنينهم. وعندي هنا الهارد ديسك اللي هو 2 تيرا، وبعدين 1 تيرا. بعد ايش عندنا؟ قلت لكم الباور طبعا. عندي كيس ثاني هذا اللي تحت، هو اللي نوفو، على اساس اشتغل عليه بس ستريمينج، بس ما ضبط وياي الطريقة. وهاي الشاشة تعبانة صغيرة LG قديمة عندي هاي، وعندي هاي الاسس الفوركي مالتي، هاي شاشة الفوركي، وهذا الماوس الكيبورد، ورق اللف اكيد وجقاير. هذا الماوس مالتي من شو اسمه، انك ذكر بينك، ما شو اسمه الشركة ما اعرف، المهم FK1 بلس اسمه، FK1 بلس، اللي هو بينك، اتذكر شركة بينك هذا. وهاي يدة الاكس بوكس ايضا. طبعا الكيس انا حاطه هنا أنا فوق على مود، لان هو تحت اصلا بالارض، يعني حاطه هاي مال الكاميرا مال الموبايل على مود التصوير، وهذا الكيبورد من عصر الحجري زين. بس يقول لك ابو خليل هاي جقاير النفاضة مالتي، وهذا عندنا اللي هو الكرومكي، هذا كروما والكاميرا على مود يصير ابو خليل المشوه يختفي زين. يقول لك ابو خليل عشان احول الصوره، يقول لك ابو خليل شلون انت جايب شاشه 4K وتلعب 4K؟ مو بعض، مو كل الالعاب اقدر العبها 4K، كرت الشاشه عندي مو بهالقوه يشغل 4K. بس يا اخوان اكو معلومة خاطئة، يعني هو الفور كي مو ما يعتمد على كرت الشاشة بس، يعتمد على البروسيسور. يعني اساسا كريد انا شغلتها اخر واحدة اوريجن على الفور كي، انطتني من 28 الى 32 34 فريم. بس شنو المشكلة؟ طبعا اكيد الفيديو افتر، خلي ارجع اسوي لكم هيك. شنو المشكلة؟ البروسيسور الاي 5 هو ما يلحق، تحس اللعبة تقطع، مو مشكلة كرت الشاشة. بس ليش انا شاشة 4K؟ مو بس العب، ترى انا احضر افلام ايضا، افلام كل الافلام اللي احضرها 4K انزلها 4K واحضرها 4K. نصيحة اللي يريد يشتري 4K خليه يتوكل ويشتري، لان هي افضل شاشات، افضل من 144، وهذا الخريط كله بالنسبة لي طبعا زين. ما اشتري شاشة على مود لعبة والله في سي اس جو، ما المهم هاي الشاشة الحنونة مالتي، الله يستر عليها ويستر عليكم. هذا الكيس مالتي ان شاء الله، هذا هنا نحط يا اما اي 9 يا اما شو اسمه
بعون الله ملعون الحرسي الرايزن 1900 وفوق، لو 1800 اكس عادي 1900 وفوق. وهنا نحط الكرت الشاشة، يا اما من الكروت الشاشة المعمارية الجديدة، يا اما نحط ال 1080 تي اي ونمشي امورنا. هاي بالنسبة للست اب ابو خليل، هاي القناة من انا بلشت، هذا الميزان جبته على مود ارتب الامور هاي. طبعا كل شيء ما كان موجود، كان ميز نص ميز، كلها شوي شوي تطورت الحمد لله. هاي دورت الدنيا حتى اجيبها، طلعت براس الشارع، يعني تطلع راس الشارع تجيبها، جيت ادفع 50 دينار اخر شي، طلعت براس الشارع هيك بالصدفة لقيته ورا 3 ورا شهر ادور عليه بعمان ماكو، بعدين لقيته سبحان الله ما شلون ما ادري ليش. المهم فلهنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون الدعم باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.